أكتر حركة غبية معظمنا بيقع فيها بتؤدي إن إحنا مش قادرين نخسر الدهون. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم في حلقة جديدة معاكم من شان كوتش عم شعراوي. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو الحلقة الخامسة في سلسلة لماذا نفشل في خسارة الدهون، أو ليه كل ما نخسر دهون نرجع نكسبها تاني. روح شوف الأربع الحلقات الأولى بعد ما تكمل الحلقة دي، أنا متأكد إنك هتستفاد منهم بنسبة 100%. خلينا نمشي في الحلقة دي ونقول إيه هي الحركة الغبية اللي معظمنا للأسف بيقع فيها بتخليه مش قادر إنه يخسر دهون. طبيعي في الأول نبقى إحنا متحمسين إن إحنا عاوزين نخسر دهون، ونبدأ نحط خطة دايت أيا كان مع التمرين ونبدأ نعمل بيها. طبيعي جدا إن أنا أثناء فترة الدايت يحصل لي مشكلة معينة مع الدايت، لأن دي رحلة كبيرة ويحصل لك مشاكل كتير، وأنا بقول لك من دلوقتي. بس الحركة الغبية اللي احنا بنعملها ان انت بتقع في مشكلة معينة بترجع تقوم منها تاني بدون ما تشوف لها حلول. ودايما معظم الحاجات اللي الناس بتقع فيها للأسف هي حاجات بتفضل تتكرر معاهم. يعني لو جيت شخص مثلا دي تقول له انت بتخسش ليه، يقول لك والله لما اجي اعمل دايت على طول بحس ان انا همدان. شخص تاني والله لما اجي اعمل دايت بحس ان انا جعان. فهو للأسف احنا بيبقى عندنا الحماس في الاول زايد، فبنبدأ نقول والله خلاص انا هبدأ اخسر دهون، فيمشي مثلا فترة معينة يحصل له مشكلة يبوظ، يجي يقول لك خلاص والله من بكرة هرجع اقوى واكمل. مفيش مشكلة في الكلام ده والحماس الحلو الى اخره، ولكن لازم انت تفهم ليه انت وقعت في المشكلة دي، ولازم تشوف الحل بتاعها عشان تقدر تكمل خسارة الدهون بدل ما ترجع تسيب الوزن مرة اخرى. يعني مثال بسيط هبدأ اشرحه لك في الفيديو ده، مثلا الناس اللي هي عندها مشكلة في الجوع بالليل، يجي يقول لك والله انا نزلت التمرين الصبح واكلت سعراتي كويسة، جيت على اخر وجبة اللي هي وجبة مثلا الساعة 7-8، وبعديها بعمل بعديها صيام متقطع، جيت اكلت كمية اكل كبيرة جدا مش قادر امسك نفسي، لان على طول بحس على طول ان انا بالليل جعان فببوظ على طول. وحتى لو استمريت 3 ايام لاسبوع او حتى اسبوعين برجع على طول ابوظ بالليل. هنا لازم تبدأ تيجي تفهم المشكلة دي. انت اي مشكلة بتواجهك بتبدأ تعمل عنها سيرش، سواء على اليوتيوب على جوجل ايا كان المنصة اللي انت بتعمل عنها سيرش، وهتلاقي ليها كذا حل. في النقطة بتاعت الجوع بالليل دي ليها اربع حلول او اربع نقط معينة انت غالبا بتقع فيهم عشان كده بتجوع بالليل ومش بتقدر تكمل الدايت. رقم واحد، انك مرة واحدة قللت سعرات عالية جدا، فطبيعي ان جسمك بعد فترة 3 ايام اسبوع اسبوعين تحس بالجوع بالليل شديد وتبدأ تاكل بكميات عالية. الناس مثلا اللي وزنها اوفر 120 كيلو اول ما تيجي تبدأ تعمل دايت، ده واحد كان بياكل 3000 سعرة ل 4000 سعرة، معظمهم اصلا سكريات وبيعملش اي رياضة، فاول ما جه يعمل دايت قال لك والله انا عامل صيام متقطع هاكل وجبة واحدة بس، هوب اكل تقريبا وجبة او وجبتين مع صيام 20 ساعة او حتى 16 ساعة في الاول، فاكل تقريبا 1000 سعرة، هو جسمه اصلا محتاج 3000 او 4000 سعرة. فهو هنا قلل كمية سعرات عالية جدا، بالتالي حس على طول بعدها بفترة ان جسمه بيقول له فيها غلط، فبيبدأ يرفع عنده هرمون الجوع، فيبدأ على طول يحس انه جعان جدا ونفسه انه في حلويات وسكريات وعلى طول بيبوظ بالليل. يبقى كده النقطة الاولى هنا لو انت عاوز تحلها، حاول على قد ما تقدر لو انت وزنك اوفر بقى تخس، تقلل سعراتك تدريجي، والافضل هنا كمان انك تقلل بس 500 سعره، وبعد ما تبدا تشبع تبدا تقلل تدريجي كل 3 اسابيع الى 4 اسابيع مش كل اسبوع. لان للاسف برضو الغلطه هنا اللي الناس بتقع فيها انه بيجي كل اسبوع يشوف نتيجه حلوه فعاوز يخس اكتر، فيبدا يقلل كربوهيدرات اكتر، فيلاقي مثلا اول شهر لو وزن مثلا 120 كيلو خسر مثلا 20 او 15 كيلو، الشهرين اللي بعديهم ثابت اصلا مش قادر يخسر، لان انت حضرتك استعجلت في اول شهر، حطيت جسمك تحت ضغط معين فخسر كميه دهون كبيره، بالتالي هو قلل معدل الحرق. فافضل حل انك تقلل الكربوهيدرات تدريجي كل 3 اسابيع ل4 اسابيع على حسب التزامك طبعا وخساره الدهون. النقطه رقم 2 هنا، الناس اللي هي على طول بتجوع بالليل تتناسب طرديا مع السهر. يعني دايما لو انت شخص بتسهر فطبيعي من بعد الساعة 10 كل ما تبدأ تسهر ساعة كل ما هرمون الجوع عندك يبدأ يزيد، وخصوصا انك بتحس انك محتاج سكريات، لان العقل في الفترة دي محتاج يريح وانت ما نيمتوش، بالتالي بيبدأ يطلب جلوكوز، انا عاوز سكريات، فتبدأ انت طبعا تاكل سكريات طبعا كمان ضارة مش من الفواكه، بالتالي ترفع الانسولين، نفس القصة اللي اتكلمنا عليها كتير، نص ساعة لساعة تحس على طول انك جعان فترجع تاكل تاني، فتلاقي على طول
مدار الساعتين الثلاثه اللي انت سهرتهم اكلت مثلا فيهم يجي 1000 سعره زياده. رقم ثلاثه وهو الناس اللي عندها مشكله الجوع العاطفي. طب انا والله وزني اوفر مثلا او كان ايا وزني، والله عملت دايت كويس جدا ومش بصر، ولكن برضو بحس بالليل اللي انا حاسس ان انا جعان وبفتح في الاكل وببوظ كل حاجه. غالبا انت عندك مشكله اسمها الجوع العاطفي، ودي انا شرحها هنا في فيديو لانها فيديو طويل تقريبا، بالتالي انت ابدا شوفها وباذن الله هتلاقي الاستفاده بتاعتك منها. طيب الحل هنا بكل بساطه، الحل زي ما قلت في اول حل رقم واحد ورقم اثنين انك تقلل السهر وما تقللش سعراتك مره واحده، وفي نفس الوقت حاول تخلي وجبه الساعه 7 8 هي الوجبه الرئيسيه الكبيره. يعني انت مثلا النهارده لو هتاكل ربع فرخه مثلا وهتاكلها مثلا مع رز وخضار، حاول تخلي الوجبه دي الساعه 7 8 بحيث على الساعه 10 11 تعرف تنام طبيعي بدون ما تحس انك جعان او حاسس انك في سكر، يعني نفسك تاكل سكريات، لانك يعتبر هتكون شبعان واكل وجبه كبيره فيها العناصر الغذائيه الكامله، بالتالي هتقدر تكمل خساره دهون بدون ما تبوظ الاكل بالليل. وده كده كان مثال اللي انا عاوز اضربه في الفيديو النهارده، وهو انك لازم اثناء خساره الدهون تواجه المشاكل. بس الغلط الكبير والغباء الكبير اللي انا اقع في نفس المشكله وارجع تاني اقول والله انا هبدا من اول وجديد واقع فيها تاني، لا انا لازم النهارده اثناء ما انا ماشي في الدايت اول ما اواجه مشكله معينه ابدا اعمل سيرش عنها واشوف الحلول وابدا اجربها. وانا بقول لك في الاول ممكن الحل الاول ما ينفعش معاك او ينفع، ممكن الحل العاشر، الحل العشرين، هي في حلول كتيره جدا وكلنا مختلفين، كل واحد يبدا يجرب ويشوف ايه المناسب ليه عشان يبدا يطبق. ولو انت عندك اي سؤال في الدايت او اي مشاكل في الدايت سواء في التغذيه او التمرين اكتب لي تحت في الكومنتات وهرد عليك. خس من غير ما تحس مع مشعره.